ده في اي في ميناء الشيعة يعمل، وفي ايام التشريق الشيعة يعمل، ثم تقف الافاض وينتهي الحج بالنسبه له هو. لكن الماده العلميه ناقصه هنا بالنسبه للحاج في ترشيده في ارشاده بالاحرى، انه الحج ماهوش مناسك برك، الحج مناسك ومشاعر، الحج عنده مقاصده. اذا كان ما حققناش، وانا قلت لهم وقت رايحين في الطياره قلت لهم يا جماعه ردوا بالكم اياكم انكم ترجعوا لتونس كما خرجتوا منها، اياكم. اللي يشوف نفسه انه كما مشى الحج كما رجع لم يتغير فيه اي شيء فليراجع نفسه يرد باله. راهو من علامات القبول متاع العباده ان تؤثر فيك، ان تغير فيك، على الاقل حاجه واحده. انا مش طالب حد شيء، اما على الاقل يا جماعه كي نهبطوا من الطياره ما نهبطوش منها كما طلعنا لها، كما طلعنا لها الطياره في المشي، على الاقل في الرجوع نهبطوا بانتظام ونوريو لانفسنا ساعه قبل غيرنا انا تغيرنا. ما فهموش الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ما فهموش. ثم ناس توقفوا عند المعنى الظاهري والضيق للكلمة وهي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تحل عليها موسوعة مجلدات تحل عليها باش تفسر شو معناها الحج عرفة. من المعاني العظيمة متاع الحج عرفة واللي حاب يبلغ النبي أنه الحج راهو تعارف وتآلف وتوادد وتحاب وتعايش. الحج عرفة معنى تعارف يا ناس، تآلف. أنت المشهد الوحيد، المكان الوحيد اللي ممكن فيه عندك فرصة باش تتعرف على أكثر نسبة من عباد وتشوف أكثر نسبة من عباد هو عرفة. ما عندكش حتى بقعة في الكون، في هذا الكون، ولن تتاح لك فرصة إلا عرفة، فرصة عرفة باش تتعرف على ملايين الناس وتشوف ملايين الوجوه. أول حاجة يجب إرجاع النسك، نسك الحج من العادة إلى العبادة، واحد. اثنين، يلزم يتعلم الإنسان قبل ما يمشي الحج، يتعلم الحج مناسك ومشاعر، ويلزم يجب أن نرشد الحاج التونسي إلى هذه المشاعر ونفقه في المشاعر فضلا عن المناسك. لأنك قد تقوم أنت حاج توسي، قد تقوم بالحج بشروط الصحة متاعك كاملة وتأديه على الوجه المطلوب فقها، فقها تأديه على وجه المطلوب، ولكن لا يتقبل الله منك، لأنه قد يطلع الله على قلبك وقد يجد ذرة من كبر في قلبك وذرة من غل على أخيك وانت واقف في عرفة، فلا يتقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لأن شروط قبول العبادة هي غير شروط صحة العبادة. أهلا وسهلا بكم دائما في زدني علما في هذه الحصة اللي نخصوها إلى ما بعد الحج، وأكيد أن المدرسة اللي ندخلوا لها نتعلم منها الكثير من القيم، لأنه الحج ما هيش مناسبة أنه ربما نتلقاه فيها من مختلف أصقاع العالم، ولكن هي مناسبة أيضا لتجديد جذوة تعاملنا مع الدين ولتأكيد قيم ومبادئ ومعاني سامية لابد أن تترسخ سلوكا أثناء الحج وما بعد الحج. ولكن شنية أبرز الحاجات اللي ممكن الإنسان يتعلمها من أركان الحج سيدة لميا؟ لأنه هذا ضروري ومهم، صحيح نمارس في مناسك ولكن ليست لمجرد شعائر نقوم بها أو كعملت شي عملت وهذه أركان فرضت علي فقمت بها وانتهى الأمر، لا، وإنما فما عبرة فما حكمة من أداء هذه المناسك اللي يلزمها تتجدد وتتأكد في سلوكنا. أكيد كما قلت أعمال الحج كلها عبر وكلها دروس. نعم. كان ناخذوا بعض الأعمال، ثاني كان ناخذوا الخصائص تحدثنا عليه بكري، نجموا ناخذوا رمي الجمار. نعم. الحجيج نلاحظوا يرميوا الجمار وصارت في بعض الأحيان ثم حتى تدافع وتزاحم، وصارت في بعض السنوات يعني مشاكل كبيرة في رمي الجمار والناس تتقاتل ويتصوروا انه المرمى يلزم يكون في مكان محدد وما هماش عارفين فاش يعملوا، يعني سمعنا حتى انه حتى البعض منهم ينحي اللي في ساقه ويرمي
ويرمي يحسب روحه يرجم في الشيطان في وقتها. نعم. ما مش فاهم شنو بالضبط هذه. قاعد يعمل. نعم. مش فاهم مش قاعد يعمل. ماهوش مستحضر انه انما يرمي احياء لذكرى رمي ابراهيم عليه السلام لما ابتلي في ابنه اسماعيل وهو يبعد الشيطان عنه، ما يعرفش انه هو يرمي للدلاله على انه يقتدي بابراهيم في طاعته لربه. واين نحن من طاعه ابراهيم واسماعيل لله سبحانه وتعالى؟ يعني لو كان كل واحد فينا يحاول يتذكر المعاني هذه، وانه طاعه الله سبحانه مبدا ثابت لا حياد عنه مهما كان الثمن. ابراهيم ادفع او قبل باش يدفع حياه ابنه الوحيد اسماعيل مقابل طاعه امر الله تعالى، واسماعيل هذا الابن البار قبل باش يضحي بنفسه مقابل طاعته الوالده وطاعته لله سبحانه وتعالى. يعني لو كان نستحضر المعاني هذه باش نخليه في بالنا انه طاعه الله مبدا ثابت لا حياد عنه في الحج وما بعد الحج. نعم. يعني نطيع ربي، يعني ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من رضيش الناس على حساب مرضات الله، نقدم مرضات الله ومن بعد في مرحلة ثانية نحاول أن يرضي الناس، وإذا ما قدرتش نوفق نقدم طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نستحضر كما قلت بكري، نعود نذكر مثالش سعي السيدة هاجر، هذه المرأة المجاهدة. يعني شوفوا كان في وقتنا احنا تو تخيل المشهد، امرأة في عز شبابها ومعها طفل رضيع مسؤولة عنه، تترك في الصحراء، صحراء قاحلة على مد البصر، ما ثم حد شيء، كان الرمل. سؤال واحد تطرحه على زوجها، هو ماشي باش يخليها في الخلاء هذيك. نعم. معها شوية ماء وشوية تمر وماشي. الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ ربي أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. وفات الحكاية، فلم يضيعنا. شوفوا قوة الإيمان بالله والثقة بالله، لن يعني تنفي كل شيء، ما عندهاش حتى جرام شك في أن الله باش يضيعها، لن يضيعنا. والثبات هذه على الثقة بالله والحرص منها على أنها تسعى وتجتهد في سبيل أنها تطلب العون أو تطلب المساعدة وتطلب بلوغ هدف معين، تسعى إلى أن تجد الحل، لا تستسلم لليأس. هذه هي نفسية المؤمن، هذا هو المؤمن اللي نحبوا عليه. هذا في خاصة في ظروفنا هذه، اليأس ما عندوش مكان في قلوبنا. نقتدي بالسيدة هاجر في سعيها، في طلبها، في اجتهادها في السعي وفي الطلب، رغم أن الواقع يقول يلزمها تقعد تبكي حتى تموت بالجوع يا ولدة، ما عندهاش حل آخر. لكن السيدة هذه ما تلتزمش بهذا، وقوة إيمانها هي اللي تدفعها لهذه. نعم. يعني ما أحوجنا في وقتنا هذا القوة الإيمان هذه للثبات هذه على طاعة الله وعلى الالتزام بما أمر الله. حبيت أن أعرج على نقطة أشار لها زاد السيد الواعظ الديني. نعم. هو أنه الحج مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي وفرصة في العام يجتمع فيها المسلمين من كل أنحاء الأرض، يعني يلتقيوا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم. نلقاو في الحج ناس ما تتكلمش العربية لكنه يقرأ القرآن سبحان الله ويقرأه بإحسان بإتقان. نلقاو الاجتماع هذايا باش نسال انا الاخت يسير على اعتبار انها باش ناخذ بلاستيك سينوري. تفضل مثالك. يلندرا الاجتماع هذايا والفرصه هذه قاعده تحقق في اهدافها، ولا على اساس انها فرصه للتعارف والتالف والتقارب بين المسلمين، والا التفريق بين تحول دون تحقيق الهدف هذايا اخت يسير. يعني معناها هو معناها هذا موجود وهذا موجود، معناها يعني الهدف قابل للتحقيق، قابل انه يكون مؤتمر اسلامي يحقق، قابل للتحقيق. بل انه عندما تنظر للحرم المكي وتشوف كيف ما قلت الناس على مختلف الوانهم واجناسهم ولغاتهم ولون البشره نتاعهم، ثم تواصل وتقارب، تحس بعظمه هذا الدين. اكيد. لانه لو كان حبيت انك تجمعهم في مكان معين من اجل اي موضوع فمش مش يستجيبوا بالشكل هذا، ولكن سبحان الله العظيم كيف ما تحققت الايه القرانيه، يعني ياتون من كل فج عميق، الحمد لله رب العالمين، كلهم طاعه لله سبحانه وتعالى. لكن الهدف يتحقق ولا لا؟ اي نعم. هناك من الحجيج اللي هما تلقاهم يسألوا على أحوال المسلمين مثلا في الدنمارك، أحوال المسلمين في كذا، وشنو معناها الجالية المسلمة، يعني كذا ولا قابل للتطبيق على أرض الواقع. طبعا الحمد لله رب. هناك من يكتفي وماذا به معناها أولاد بلاده ويدور به أولاد حب تفاكم ثم معناها هذا موجود وهذا موجود. معناها الحج 2008-2009 كيما الحج 2013؟ لا بالطبع لا، أنا أول حجيتها، أول حجة حجيتها الحمد لله رب العالمين، تو عندها 13 سنة. معناها نحس اللي ثم تحسن على مستوى الأداء بالنسبة للحجاج، لكن ثم حاجات للأسف الشديد ما زالت ما تحسنتش، مثلا ظروف الإقامة في ميناء. يعني بالفعل هذه رسالة إن شاء الله يكونوا الأخوان السعوديين يسمعوا فينا والقائمين
مقيمين على شؤون الحج معناها في السعودية أنه بالفعل ظروف معناها تعبأ في ميناء على مستوى البنية التحتية، على مستوى الميضات، على مستوى بيوت الراحة، على مستوى كذا، على مستوى النظافة خاصة في بعض الوضعيات، مش كل الوضعيات. إيه معناها بعض الوضعيات المبيت هذاك في ميناء الخيام هذوك اللي ناصبينها في ميناء كانت تنجم تكون تتحسن معناها التحسن الكثير. كما قلت لك انا تو الحاجه اللي حجيتها لولا تو 13 سنه معناها كنت نتوقع انه ثم معناها بعض التحسينات. سبحان الله الواحد حتى في بيته اكيد يحسن شويه في البنايات وشويه كذا معناها خاصه على مستوى النظافه وكل مطلوب، ولانهم يعملوا اماكن تكون افضل يكون افضل بطبيعه الحال. احنا سيده تيسير تحدثنا مع سيده لميا في بعض القيم المطلوب تحققها وتجددها في حياتنا ما بعد الحج، فماشي حاجات لازمنا نتخليو عليها ما بعد الحج. قيم، هناك قيم مستحسنة وهناك قيم أخرى ربما تكون مستهجنة غير مرغوب فيها، في أنه ربما في سلوك الحاج لابد أنه يتخلى عنها ولابد أنه يبتعد عنها حتى في مستوى سلوكه في السفرة هذه. شنو عمل، شنو اللي ما عمل، شنو إشراء، لأنه فما بعض الحجاج يستغلوا السفرة يقول لك راني نحب نشري ياسر هدايا ونشري ياسر حاجات ونشري. كيفاش ترى انت الجانب هذا في سلوك الحاج اثناء اداء هذه المناسك؟ هو الحاج معناها في الـ في الـ في الوضعيه هذه يجد نفسه بين المطرقه والسنداء، معناها انه يقول لك هذوما اهلي وماليا ويقول لك ان شاء الله هديت الحاج، معناها ماذا به. والحقيقه كلنا معناها نرغب ان نهبطوا حويجه معناها لاهالينا والاصدقائنا والجيراننا وكذا، لكن المبالغه والشطط هو المرفوض. هو ايوه هو المرفوض. يعني اني معناها ان نجازف بصلاتي في الحرم ونمشي الاماكن بعيده باش نشري الادباش كذا، وهذه اقاربي هذه طويله وهذه سمراء وهذه بيضاء ومجنبيه، ولكن اذا كان فاقت الحد تنقلب الى الضد هذا يولي مرفوض طبعا في هذا المجال. ثم انه النداء موجه كذلك لاهل الحجيج باش ما يرهقوهمش. مش وقت اللي الحاج يجيب حاجه هذه ما عجبتهاش وهذه ما نحب حاجه ما خير. انا نحب حاجه ما خير. هو الخير كيف جا الحاج لباس، والخير كيف السلوك نتاعو يتجدد مع العائله ويكون لباس. احنا بالطبيعه ثم اضافه بسيطه على ذكر انه اللي قلت الفائده انه الحاج لباس هي ثم كلمة متداولة في العائلات نتاعنا وقت اللي احنا نقولوا نمشيو نغفروا للحجاج، نقول لهم ان شاء الله تمشيو سالمين وتجيو سالمين، حاج مبرور، ذنب مغفور، سعي مشكور، متفاهمين. لكن ثم كلمة دخلت للموسوعة الاجتماعية الآن، وأنا الحقيقة نحبذها، أنه وقت اللي يسلموا على الحاج كنا قبل نسمعوا إن شاء الله تمشيوا سالمين وتجيوا سالمين، تو ثم نقلة نوعية يقولوا إن شاء الله تمشيوا سالمين وتجيوا غانمين. غانمين إن شاء الله. هنا هو المطلوب، المطلوب أن نرجعوا غانمين باش نكونوا أحسن الله. سفير لهذه الشعيرة التعبدية. نواصل مع تليفون أخير في حصتنا اليوم، أختنا نورة بوقشة. أهلا وسهلا بك أخ نورة. شكرا. ونشكركم ونشكر قناة القلم على مثل هذه البرامج القيمة والمواضيع اللي بالفعل نحن في أمس الحاجة للتطرق إليها. كما نشكر الأخوات اللي منورين الاستوديو بحذاك، الأخت تيسير والأخت لميا، والله يبارك لكم في الحصص هذه وأنواع هذه القيمة. يعيشك. أخ نوري، حبيت المداخلة معناها تكون معناها تشمل الحج في مراحله الثلاثة، يعني بالنسبة للتحضيرات ما قبل الحج، يعني لو كان نلقي نظرة نشوفه أنه تحضيرات 90% مادية و10% نفسية فقط، وإلا توعوية أو معناها تحضيرات واستحضار لمعاني الحج. يعني لهنا نشوفه أنه الحاج أو الحاجة يتلهاو صفة مبالغ فيها في بعض الأحيان، معناها في انه واش مش نهزوا ماكلات، في انه واش مش النوع، نظم صوتي لهنا صوت الاخوات، انه معناها بالفعل في بعض الاحيان تصبح هناك مطابخ تونسيه بامتياز ونستغنيوا على يعني عده فروض وعده صلوات، وكيف كيف معناها ضروره معناها نظم صوتي لصوت اختي تيسير، معناها انه ضروره الحضور في الدروس التوعويه، الدروس الدينيه. وبالفعل كي الانسان يتوجه للحج معناها يعيش الحج، كي يعيش المعاني نتاعو ويعيش المقصد الشرعي من الحج، ما هوش ربي معناها نكية بينا يحبنا نتعب والتعب هكية فقط، هي فرصة باش الانسان يفهم ما معنى الحج. في الحج نذكروا انه كل حاج هو سفير لبلده، الحاج التونسي هو سفير لبلده تونس، واي حاج
هو سفير لبلده. وهذه هي الكلمة اللي ربما يلزمنا نركز عليها كثيرا أخت نورة، أنه الحج ما هوش سفرة، وإنما هو الإنسان يكون سفير فعلا، سفير لبلده ولكن سفير أيضا لديننا الحنيف، باش ينشر هذه القيم النبيلة والسمحة والطيبة، والإنسان يتشبع بروح الإيمان. هي الروح هذه إذا كان تشبثنا بها بإمكانه أنه ربما نتجاوز الخوارق. وفما حاجات صارت السنة في حج السنة، والحب أنا نحييك أنت على هالكلمات الرشيقة اللي قلتها، وتتمثل فعلا في حكمة أنه الإنسان يركز على هذه القيم النبيلة. إذا كان الإنسان يتشبع بها راه ربي يقذف لك في قلبك النور، وفي البصر يقذف يزيد النور، حتى لربما فقد البصر قد يعود إليه البصر، وهذه حكمة لا يعلمها إلا الله. وهك علاش احنا حابين نزيدوا نركزوا على هذا الجانب وعلى المفاجأة اللي وعدناكم بها في زدني علما. والبعض من الناس ربما تناقل هذا الخبر، ولكن احنا ايضا في زدني علما حابين يكون هذا الخبر يقين من خلال حضور الحاجة نفيسة معنا في استديو زدني علما، من خلال الزيارة اللي أديناها لها المرأة اللي فقدت البصر متاعها ولكن عاد إليها، وسبحان ربي يوم عرف يعود هذا البصر إلى هذه الحاجة. ربي أكرمها وربي يكرمنا جميعا بأنه يقذف في قلوبنا النور وفي عقولنا النور. خليك أنا مباشرة مع هذه الحاجة ولينا عودة في الاستديو. حاجة نفيسة، أنت مشيت للحج وكنت فاقدة البصر متاعك، لكن بعد ما جيت الحمد لله يا ربي البصر متاعك رجع. لو كان تحكي لنا بالضبط شنو اللي صار، معناه كيف قد البصر متاعك وقدش المدة، وشنو اللي صار غاديك في, 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 في الحج؟ المدة نجم أقول لك عام وشهر ونصف، الوقت اللي معناتها فقدت البصر متاعي، ومعناتها وحتى كيف رجالي العين هذه ما نشوفش بها، حتى تصورت وعملت وقالوا لي اما العين هذه لباس عليها صح لباس عليها، والحمد لله طاعت ربي ودعاء ربي ما نحيتوش من فمي كل ليله. حتى قلت انا جاني قلت لميزي ما نقيش الحج، تلفت لي ولدي عملت لي تعمرات وفيه البركه وانا تو مرضت ومعناتها والحمد لله ما تبقاش شكون هكا. تلفت لي ولدي قال لي انت في غيبوبه وانت تقول يا ربي اطعمني بحاجة عرفت، وعلى هدية 11 مرة قال لي وعلى هدية انت قيد على ما يطعمك ربي. من الأول ضربة الحمد لله ربي ربي خرجني. شنو السبب اللي خليك تفقد البصر متاعك؟ كنت تشوف لبس عليك انت؟ انا هي البدو لأول مرة ما نعرفش منها ولا مش منها، العلم عند الله سبحانه. انا واقفة في محطة الكار وفي يدي ساك، والساك مكبشة عليه برشا، يتعداو زوز اولاد من تيلي على الموبيلات يفكوه لي كيف انا مكبش عليا على نيتي، يكركروني قربت الزوز متر ونجي على الحجر. قاموا جماعه اللي كم ساكن وقفوني كل شيء، قمت بجنبي وجعني وكلموا صغاري جاوني صغاري كل شيء. من وقت ما نعرفش نهار اثنين ثلاثة ما نعرفش، بعد يجي هدومة وانا في الكوجينة وانا خيط تبقى كحلة هكا ترميت على عيني، شكون بحذايا بنتي واختي وولدي. قلت يا ياسين قال نعم. قلت ياسين انا راني تبقى كحلة ترميت على عيني وراني مبقيتش نرى ياسر. ردت فعلك وردت فعل خويتك كي امكم فقدت البصر متاعها كيفاش كانت؟ تأثرنا برشا وتشوينا يعني، وما كناش نحسبوها يعني، ما انت كنت خاطر لبس عليها وحاولنا هزينها لقديش من طبيب ان شاء الله نحبها ترجع البصر متاعها، ولكن ربي ما حبش معناتها يعني حاولنا ولكن هي معناتها ديما بلا وسع تقول الحمد لله على الله ما تسالش، ديما كانت هي اللي تبسينا فضحنا نوسيوها كانت هي تبسينا. ربي تيجي شهرين وانا كنت عند بنتي وخرج ضيفة، خرجت انا وبنيتي الاخرى ركبنا، قلت لها اوكي باش ناخذ تاكسي، قلت لها اوكي صاحبة بنتي جاتها، ركبت في صاحبة بنتي مدام سلامي وركبت معاها. انا قاعدة راكبة في الكرهبة ونلقى روحي ما مقيش نفر بحد شيء، حد شيء اللي لقيت نرى لا نرى ولا نفر ولا حد شيء. كلمتها قالت لها ياسر راهي ما يندرش بها، كملوا دخلوني لداري ومن ثم عاد كملوا التصوير وكملوا من وقتها شدني المرض
وليت نهار نهارين ونص سرعة وجيتني كسرعة وجيتني وحتى كيف خفيت وبريت معناتها أنا قاسة في البيت البونو ولا وركسة ودخت مقيت مفر بحد شيء. يعني هذا الكل صار لك من جراء الحادثة اللي صارت لك اللي صار لك أنت براكاج وتعرضوا لك زلزلات وخطفوا لك ساكن؟ اللي حسيت والله هو أعلم بكل شيء. مش أقوي الأخرى أنك تنرفزت على خطر حادثة متاع ميراث وألا حويج أخرى؟ لا عندي إيش نية هذا هو الكليك هكا. أما أنا التخمام في راسي وفي قلبي ما تنحش خاطر إحنا حاجة صعوبة. أما ربي يهدي ما خلق وربي يدل الذهب. وصغاري مسيكنات فرحانين لي فرحانين صغيراتي وخياتي فرحانين برشا. أما نحس بيا من غير ما يقولوا لي هما حاسين بيا لي أنا كيفاش مش نمشي الحج وحدي وكيفاش قلنا مش فيكم أنا عندي شكون مش معايا يا ماما بالله شكون يقولوا لي ما أوك لك أولي مش يديني مش يجيبني نذلك الليلة يا ربي رسل لي بنت الحلال ولد الحلال يديني يجيبني سالمي أنا متمحمل بالتمام صدقني قبل بليلتين وبنتي تعرفت عليه تشبع الحمد لله ما تكفى نقول صغاري خليتهم هنا وهذيك بنتي ولدي الواجب اللي قاموا به ويرحم الأفواد ويرحم كتر خيرهم والله يبارك فيهم من يعمل الخير الله يجازيه بالخير. ورافقتها طيلة الرحلة متاع الحج والحمد لله هي كانت ياسر امرأة طيبة من حيث هبطنا في المدينة وهي تدعي وهي تلبي وهي تقول يا ربي جاني جيتك بصيرة نرجع بعينيها هيك ديما كلمتها حتى في الدعاء حتى في قيام الليل ديما تدعي هكيكا والحمد لله. معتها طيلة المدينة ما كانتش تشوف بالبي معتها تقول يا ابنتي أنا نشوف بربيع عين معناتها ما حتى هكا منظري تخيلني وبرا معناتها ما تعرفش ملامحي كاملة. والحمد لله انها يوم عرفات في الصباح وقتها كان الشمس طلعت بالكدا وكل وهي قالت لي يا بنتي انا راني قيلة وليت نرى. قلت لها يا امي نفيسة الحمد لله عليك. بعد زادت شوية شهقت وعيطت وقالت انا وليت نرى فرحت بروحها. والحمد لله الخيمة شافتها بالباهي شافت الخيمة الفوق متاعها اخضر ودايرة بالاحمر ومعناتها والحمد لله. ولات الناس الكل تبارك لها والناس الكل فرحت لها لا قعدوا عليها مرافقين ولا قعدوا عليها مرشدين الكل جاوها حتى معتها العباد اللي معانا والكل اللي هذا يجي يبارك ويهني واللي قلها ادعي لي واللي قلها معناتها بنتي مريضة واللي قلها ولدي مريض يا امي نفيسة ادعي لي والحمد لله. الحمد لله تقول دعوتها مستجابة معنا. الحمد لله دعوتها ان شاء الله مستجابة ان شاء الله. انا هبطت من الطيارة هبطت الطيارة قلت يا رب بعزتك وجليلك يا رب أنا جيتك بصيرة يا رب يشتغل رجعت بعمليتي كو قمت الصباح قلت لا يا منيا يا منيا هك شذي وقتاش قمت الصباح نهار عرفت عملتك قلت لا يا منيا يا منيا أنا راني صرت نارة يا منيا صرت نارة قلت الحمد لله بعتي لي عاد جماعك اللي كيكتر خيرك وخير بجماعك اللي قاعد جاوني وقاموا جميع الواجب واللي عمل الخير الله يجازيه بالخير. نبكي وقت امي كلمتني انا كلمتها يعني وتقول لي بنت وليت نشوف ولات نبكي معناتها بالعمل كي نحكي مع صغاري مش جد عليا بالكل. بعد قالت يا بنتي الحمد لله راني وليت نشوف ولا نتكلم في اخوتي ومعناتها واحد يقول واحد وفرحنا برشا الحمد لله معناتها الحمد لله رحمه ربي واسعه. شنو تحب تقول لاولادك؟ لشكون نقول صغاري ولا لصغاري الله يوفق فيك وفيهم الله يوفق فيك وفيهم يا سي نعمان الله يوفق في صغيراتك ومن عمل فيها الخير سلموا لي على تيسير ويوفق فيها وفي دريتها وربي ان شاء الله من عطاني وصاني على دعوة الخير الله يبلغ مني ويستجاب لي منها الحمد لله تعديت حاجة اللهم اكرمك ومحنك على عبادك يا ربي ما كنتش تتصور بالنسبة لصحتي بالنسبة لصحتي اللي ما شاء الله تتعدي ليك الحاجة هكي. الحاجة نفيسة معناها هي صحيح كانت تشكو من فقدان البصر شبه كلي وحاجة هي مكفوفة معناتها وما تشوفش وثم معناها عائلة معناها زوج أشخاص المرا والراجل معناها حجوا معاها وعاونوها وكل شيء وقربوا منها واحنا كنا معناها سعلمنا بعد ما استرجعت البصر متاعها وخذت صدى إعلامي كبير في الحج غاديكا أن مرأة مكفوفة يوم عرفات استرجعت البصر متاعها. احنا قربنا من الحاجة وحكينا معها ونعطيكم تفسير على الأقل علمي واليوم استضفناها في العيادة وعملنا لها فحص وخلاص هذا الكله
هي من ناحية العيون الساعة، هي صحيح عندها شوية غلق في عين من العيون متاعها على أثر وجود ثقب في شبكة العين، ولكن هذا شيء ثانوي لأن حتى العين الأخرى لاباس عليها وفقدت البصر فيها. الحادثة ربما عندها هي شوية مقلقة شوية على صغيرات تخمم فيهم، تخمم فيهم بالباهي، ثم انفون دونكسيتي تخمم فيهم برشا، ولكن تعرض الحادثة متاع البركاج هذيك وكل شيء والطيحة على راسها، وعملت حسب الملف معناها نزيف ممكن انما توم اكسترا ديورال معناها حول الصحية متاع المخ، ولكن هذا النزيف مشى على روحه بالعلاج، والدكتور المتخصص في الجراح اعصاب حط في دواء اسمه جاردينال لانها التشخيص نتاعو ان الحاجه هذه كانت تشكو من نوع من انواع السرعه ايبيليبسي، هذه الحاله نتاعها قبل ما تحج. احنا نحاول نقدم تفسير علمي للحاله هذه. فقدان البصر الحاجه نفيسه ربما ثم جانب نفسي فيه، يعني نعتبره جانب كبير لان ما ثماش تفسير عضوي اخر يفسر هالفقدان البصر. كانت امرأة ما تشوفش ولجدك في اللي عبارة ملحفة كحلة قدام عينها، ثم جانب نفسي في الحكاية هذه. ونتصور هي امرأة صالحة وتقوم الليل بشهادة الجميع وتتضرع ربي باش ربي يرجع لها البصر نتاعها، وفي ذلك اليوم هذاك في الصباح قالت راني بديت نشوف والحمد لله بشوي بشوي استرجعت البصر نتاعها، خاصة في العين اللي مش مريضة. أول حاجة هذه تفسيرنا ما ينفيش أن ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه أي شيء، لكن تفسير نفسي أن نقيسه بالحادثة اللي وقعت لحد سيدنا يعقوب عليه السلام، وذكرت في قصور سيدنا يوسف عليه السلام أن سيدنا يعقوب كان يحب ولده سيدنا يوسف حب شديد، وفقد بصره لفقدانه، غاب عليه ولده وفقده، ورب في القرآن يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم بعد ما وصلت أنباء عن أن سيدنا يوسف موجود ومش يلتقي به استرجع البصر متاعه، يقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا سيدنا يعقوب، واللي ألقاه على وجهه هو قميص سيدنا يوسف عليه السلام. وهنا العلماء وأطباء العلماء قلنا العرق، رائحة عرق قميص سيدنا يوسف هي سبب كانت في صدمة نفسية مضادة اللي رجعت البصر لسيدنا يعقوب عليه السلام بعد فقدانه لبصره تحت تأثير أزمة نفسية. هذا التفسير الأكثر أكثر معناها علمي أكثر ومفهوم، هذا يمكن قال معناها ثم صدمات نفسية تقع وعلى أثر الإنسان يفقد البصر متاعه ثم يسترجع البصر متاعه على أثر صدمة نفسية مضادة. ونأكد ونقول أن هذا ما توصل إليه البشر على الأقل ولا العلم، ولكن ربي لا يعجزه أي شيء، ونقول دمر ربي قادر على كل شيء. هكا يقول العلم، ولكن علم ربي أقوى وعلم ربي أقدر على كل شيء. وهذه الحاجة نفيسة، كما كانت كلماتها التلقائية والعفوية وكما كان دعائها صادق فكانت الاستجابة والحمد لله فورية. ولا شك أن الحاجة نفيسة هي أصيلة صفاقس، ولكن الحاجة نفيسة هي حاجة من حجيجنا اللي مشى بصدق إلى البقاع المقدسة، النية كانت خالصة وربي والحمد لله أكرمها بهذه النية الخالصة، أنه قذف لها نور البصر من جديد وخلاها ترى بعد ما كانت بصيرة. الحمد لله ربي إن شاء الله يعطينا هذا النور دائما في قلوبنا وفي عيوننا وفي سلوكنا وفي ممارساتنا. سيدة تيسير، أنت رافقت الحاجة نفيسة في الطائرة، وكانت الدعوات نتاعها كما كنت تحكي لي الآن دعوات صادقة، والحمد لله الاستجابة كانت فورية. كذلك يعني انا مرافقه في الطائره هذيك، وكنت نعرفها من قبل معناها ما تسترجع البصر نتاعها، لكن يوم عرفات معناها مشينا وباركنا لها، وتفاجات اني وقت اللي كلمتها قلت لها يا حاجه نفيسه، قالت لي الصوت هذايا مش غريب عليا، انت المرافقه نتاعنا في الطائره، انت تيسير، قلت لها ايوه، قالت لي انا تو باش شفت ملامحها صوره بعد ما سمعتك صوتا. وهو كذلك، والحمد لله. والحمد لله، وهذه هي حكمه الحج، هذه هي فعلا المبادئ الساميه للانسان يستخلصها في نهايه برنامجنا من الحج. وان شاء
الله يا ربي دائما حج مبرور وذنب مغفور لكل حجيجنا الميامين. سيدة تيسير مع الشكر والتحية ليك على حضورك معنا اليوم. إن شاء الله كل شيء بالبركة أولا الحجة وثانيا إن شاء الله ديما منورتنا في الاستوديو. شكرا ربي يوفقكم إن شاء الله. يعيشك. شكرا أيضا للسيدة لميا مع التحية وإن شاء الله ديما منورة سيدة لميا. يعيشك بارك الله فيك. اليوم الاستوديو راه ما كانش استوديو نسائي فقط وإنما استوديو نسائي رجالي ومنورينا اليوم بهذه الجلسة الطيبة وهذا التكامل الطيب اللي يجمعنا اليوم في استوديو زدني علما ما بين الرجل والمرأة اللي إن شاء الله ديما يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. شكرا على تواصلكم معنا وعلى أسئلتكم على اقتراحاتكم على تفاعلكم اللي يوصلونا عن طريق الفيسبوك وإلا البريد الإلكتروني وإلا التليفون. ومن كامل فريق زدني علما نقول للجميع إلى اللقاء. نحس بيكم، نعاونكم، نأمنكم، ونحب. مليو أنا معكم، نحس بيكم، نعاونكم، نأمنكم، ونحب لكم من الحب الروحي. على خاطر مع الزيتونة تكافل الكلنا واحد. الزيتونة تكافل مبادئ نتقاسمه.